أن تكون مواقيت الصلاة موحدة في كل التعليمات بفضل الله سبحانه وتعالى. دراسة استمرت 5 سنوات بين المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء ومسجد بلال في آخن ووزارة الشؤون الدينية في تركيا، وخرجوا ورصدوا الشمس يعني في الليل والنهار، وتوصلوا إلى نتيجة وضعوها في جداول، والحمد لله الآن من بداية السنة سوف يتم العمل فيها في كل أنحاء الدنمارك وفي كل المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كله خير إن شاء الله. من هذا الحمد لله. لا بعدنا إحنا كبرنا خلاص. الشيخ لا خلاص شيخي يعطيك العافيه. تكبر الله. طيب ما في تكبر الله. احنا طبعا بنحب نفيد الناس بسبب يعني نشرنا للاخبار باللغه العربيه للي ما بفهموا الدنماركي، وكثير يعني 90% من الناس ما بتفهم الدنماركي. فاحنا ان شاء الله متعاونين مع محمد الزينب عندكم في اورهوس، ووليد الظاهر كمان مدير الاعلام تاعنا، واحنا بنبث الاخبار بالناطقه بالعربيه اللي بتهم الجاليات طبعا. فانت ذكرت سببين مهمات في هاي الخطبه، اللي هو المواقيت اللي اجتمعت فيها الائمه يوم الاحد الماضي السادس، اعتقد السادس الخامس من كانون اول لهذا العام. ماذا استنتجت من هذه خلاصه المؤتمر؟ خلاصة المؤتمر إنه لأول مرة المساجد والأئمة والمراكز تجتمع على قضية موحدة لأول مرة. كان دائما في خصام وخلافات تحول دون اجتماع على شيء. هذا شكل تحول وانعطاف في مسيرة العمل الإسلامي في الدنمارك، بحيث أنه اجتمعنا على مواقيت موحدة، بحيث أنه الآن أنت تدخل إلى المسجد الفلاني والمسجد الفلاني في المدينة الواحدة يصلون في وقت واحد. هل يا شيخ مثلا هاي المواقيت كما علمنا أنها على الفجر ستكون على درجة 18 والعشاء على درجة 17، ما الفرق بين هؤلاء الدرجات؟ بالشتاء بحدود تقريبا ثلث ساعة في فرق، وبالتالي هذا الأمر يعني لابد من أنه يحدث عن طريق الرصد، تخرج إلى المناطق بعيدة ليس فيها تلوث ضوئي وتراقب طلوع الفجر الثاني وتقيس الدرجة، وأيضا تراقب اختفاء الشفق الأحمر بعد صلاة المغرب حتى يغرب الشفق الأحمر وتقيس الدرجة. فهم توصلوا لهذه الدرجات من خلال القياس. هل الدرجة بالصيف وخاصة صلاة الفجر وبالتحديد إمساكية رمضان لكل المساجد على أي درجة؟ بالنسبة للفجر في عندنا الأيام العادية على درجة 18، أما في الصيف فهناك في شيء اسمه اضطراب للعلامات، وفي نقطة أخرى اسمها اختفاء العلامات. اضطراب العلامات يبدأ تقريبا من 6 أبريل إلى 6 ماي، هذا يكون في تأخر لصلاة الفجر وتأخر لصلاة العشاء، وبعد 5 ماي إلى 8 تختفي العلامات، بمعنى لا في علامة للعشاء ولا للفجر، وهنا يجب الاجتهاد. فاجتهدوا في وضع ثلث الليل، بحيث أنه يضعوا ثلث الليل، قسم الثلث الليل على 3 ويضعوا الثلث على شروق الشمس، وهناك يحسب الفجر. هل في أمل المساجد في كل مملكة الدنمارك وليس العاصمة وليس هنا بالتحديد، هل في أمل أن يتفقون على مواقيت موحدة للجميع؟ اتفقوا وحضره الاجتماع من يولند ومن أودنسي، من أورهوس ومن أودنسي، المشايخ في المراكز المهمة والرئيسية. نعم. فالكل الحمد لله متفقين في كوبنهاجن، في أوس، في أودنسي، هالمدن الثلاثة، وأولبرغ حتى، وبقية المناطق تتبع إن شاء الله. متى ستنطلقون بنشر المواقيت الجديدة؟ من 1/1/2022 إن شاء الله. وفي هناك أبس ممكن تدخل عليه وتضع، وممكن تشتري ساعة من خلال شركة الأوائل أو غيرها تكون مبرمجة إن شاء الله. إن شاء الله إحنا سنقوم بمساعدة هذه التوزيعات حسب ما ذكرنا صوت راديو عرب الدنمارك وطبعا مراسلينا. لكن السؤال الثاني هو الذي أهم، الأهم هو ما يجري على الساحة الدنماركية. نعم. وأنت ذكرت كلمة واحدة
أين المراكز من هؤلاء؟ ماذا توجه رسالة لهؤلاء؟ رسالتي للمراكز ورؤساء المراكز والمشايخ أن ننزل إلى مستوى الشباب، نسمع مشاكلهم، نساعدهم في تجاوز هذه المشاكل، وأن نكون عون لهم على الشيطان ولا نكون عون للشيطان عليهم. هؤلاء بالنهاية أبناؤنا، هؤلاء هم فلذات أكبادنا، لا نرضى أن يمس أحدهم، ونبتغي لهم الأحسن والأصلح. فكلمتي لهؤلاء أن نعايش هؤلاء الشباب، أن ننزل إلى مستواهم، أن نأتي بهم إلى المراكز، وأن لا نتأخر في ذلك. إذن هو النداء الموجه للأئمة مثلا والمراكز. نعم نعم. على جميع كل الشباب الذين هم يعني يكونوا العين عليهم، أنهم يكونوا يشكلون مثلا خوفا عليهم أو طبعاً خطر عليهم. طبعا طبعا. يجتمعون بهم واسمح لي، وأيضا يوضحون لهم ما هو يعني الحلال والحرام، يعني كما ذكرت في الآية طبعاً قتل أخيه، القتل لا يجوز. ما هي الآية التي تقول عن أبناء سيدنا آدم؟ أبناء سيدنا آدم، ما هي الآية التي ذكرتها قبل شوي؟ نعم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين وندم شديد. وبعدين جاءت الآية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صور لما تقتل نفس بريئة فأنك قتلت البشرية كلها. إذا شيخي أشكرك، هذا أمر خطير، أشكرك على هذا، لأنه الوضع أصبح لا يطاق، أصبحت الناس في قلق، أصبح الناس يعني بألم وخوف. نعم. وأيضا يعني لا يستطيعون يعني يمضون أي ليلة بدون يعني قلق واهتمام. هذا الحاصل، سقط ضحايا عديدون في خلال أسبوع، ونحن لا نجد من يستنكر ومن يعني يقف ويقول لا لهذا العنف. نحن نقول وبكل جرأة لا لهذا العنف، ونداؤنا إلى الدولة أن تتدخل بقوة، وأن لأنه المجتمع والدولة تتحمل جزء من المسؤولية، لأنها هي التي يذهب الطلاب إلى المدارس منذ صف الروضة، وكل واحد يرى عليه مشاكل أو عنده صعوبات في التعليم يراقب ويعطى له الفايلينينج، المرشد التعليمي. فلماذا لم يكتشفوا روح الجريمة عند هؤلاء منذ الصغر وكان عالجوها؟ المجتمع يتحمل. نعم. جزء الوالدين. نعم. يتحملون جزء، المراكز والأئمة تجتمع تتحمل جزء أيضا من المسؤولية، والقانون هو الذي يطبق في النهاية. إما السجن، وإما المقبرة وإما الإعاقة. لا حول ولا قوة. وهذا الشيء يعني شبابنا كثيرون من الذين نجوا من العملية، يعني رب العالمين أطال في أعمارهم، عاشوا معاقين وهم شباب، انقتلت حياتهم وهم شباب. عرفنا على نفسك شيخي. أنا أخوكم رضوان منصور أبو لؤي، إمام وخطيب مسجد السلام في مدينة أرهوس منذ 35 سنة. وسلمنا على مشايخنا في أرهوس ومسجد السلام، أبو خالد عدوان. أيوة. وأيضا أنت بتشبه بيت فعور. على كل حالات، على كل حالات، سلم لنا على الجميع والخالدي وكل هذول مشايخنا. بارك الله فيك وتفضل معنا، خلينا نكسبك. بارك الله فيك. طبعا أيها المشاهدون والمشاهدات، نحن نقوم بالتغطيات الهامة والتي تهم أبناء الجاليات في بلاد الاغتراب، وخاصة كوبنهاجن. كما ذكرت، إن لم يكن إعلام عربي ومراسلين يقومون بالاهتمام، فضاعت يعني على يعني معالمنا في المجتمعات، ونضيع ولا ندري كما هو الحاصل لهؤلاء الأبناء الذين يسقطون ضحايا، ولن نجد من يقوم بالمتابعة ويستنكر. إلى متى يبقى هذا الوضع الحالي في العاصمة الدنماركية بالتحديد؟ شبكة صوت راديو عرب الدنمارك الخاصة بالتعاون مع مكتب ومركز الإعلام الفلسطيني الدنمارك أوروبا وجمعية نادي الشباب هورسلم، أبو الأمين يحييكم، ودمتم في رعاية الله، ونتمنى لكم السلام، وإلى اللقاء.
اليوم العاشر من كانون أول 2021 من مسجد قطر حمد بن خليفة. طبعا أيها المشاهدون، هذا خريطة لمسجد في أورهوس يفتتح جديد بتكلفة 12 مليون كورون، ومحتاجين نقصا 2 مليون، ويعني يطلبون من أهل الخير التبرع على الموبايل بي أيضا 20 20 20، وافعل الخير واستصغره لعله يكون في ميزان حسناتكم. دمتم في رعاية الله، شكرا وإلى اللقاء.